أنا والله ما أدري أتكلم الآن، هل هذا يعتبر تدخل ولا يعتبر قضية مهمة؟ والله قضية مهمة ولا أنا ماني فاهم، لكني خليني أقول لكم الحدث كما صار، وإن شاء الله أنه في شهر فضيل وما راح نكذب إن شاء الله، أو أي أحد من الحاضرين راح يكذب أو راح ينحاز لجهة معينة. هل في أحد دعم المرداسي ولا درى عن المرداسي قبل هيئة الرياضة لما كنت أنا فيها؟ من اللي فرغ المرداسي؟ هيئة الرياضة. أنا فرغته وأعطيته راتب شهري وأعطيته بونس، مو مني ولا لي فضل فيه، هذا من هيئة الرياضة ومن فلوس الدولة، لأن الحكم اللي يمثل المملكة العربية السعودية. صحيح. وأنا ضغطت على عادل عزت بطريقة يعني غير مباشرة، يعني طلبته قلت يا دكتور لا واجبنا أننا نوقف، صح ولا لا يا دكتور؟ مع الحكم السعودي قد ما نقدر، خارجية ومفرغة وخليه. هذا واحد. اثنين، دكتور مو أنت كان من ضمن بنات أفكارك أنه يحكم مباراة الأهلي والهلال قبل ما يحكم، ولاقى الترحيب مني لما سألتني. طيب وبعدين رئيس الهلال ورئيس الأهلي أبدوا انزعاجهم، ما كنا فاهمين ليه، وتغير ليلة المباراة. أنا قاعد في الفترة الأخيرة، والله يكفيكم الشر إن شاء الله وكل مسلم، آمين يا رب، آخذ نوع من الأدوية وأحيانا يأثر على النوم عندي، فأنا مريح على زي الكنبة، إلا التلفون يضرب 20-30 مرة. أنا في عندي دقات معينة، دقات للوزارة ولا الديوان ولا القصر، هذه نغمات معينة، لكن هذه نغمة جديدة وقاعدة تضرب. جاء اللي عندي في المكان اللي أنا فيه وصحاني، قال لي الدكتور عادل يبغاك ضروري. كلمت الدكتور عادل، إيش فيه يا دكتور عادل؟ الله يستر، في شيء؟ أنا قلت يعني في كارثة. قال لي والله يا أبو ناصر موضوع يخص الاتحاد السعودي وأحب أطلعك عليه قبل ما ناخذ إجراء. قلت يلا كلمني يا عادل، قل لي الآن في التلفون. قال ما ينفع في التلفون، لازم أقابلك وجه بوجه. قلت له حياك تعال، أنت تعرف المكان اللي أنا فيه عادل. ثلث ساعة اللي جايني عادل، أنا يلا مغسل وجهي أهديه، عادل وجهه أسود متضايق، إيش فيك يا عادل؟ قال والله أنا ما أدري إيش أقول لك يا أبو ناصر، لكن عسى خير عسى خير، إن شاء الله نكون ظالمينه، إن شاء الله نكون ما هو صح. قلت تفضل قول إيش السالفة. قال المرداسي. قلت إيش فيه فهد؟ صار له شيء؟ قال لي لا، لكن فيه مراسلات كانت بينه وبين حمد الصنيع، أبوريك إياها. ناظرت المراسلات تفاجأت، المراسلات موجودة عندي في جوالي حتى. قلت نادلي حمد الصنيع، طلب حمد الصنيع على بال ما جانا حمد الصنيع. أول ما جاء، لا أخفيكم سرا يعني، حمد الصنيع كان يحسبه زي المقلب مني أو أنا اللي مرسله زي الاختبار عليه، مرسل المرداسي إنه يسوي الحركة هذه في حمد، وحمد جاي يبلغ. فنظرت قلت انت تحسب؟ قال ما دا قلت والله عاد تيجي منك يا حمد يمكن. فقال للدكتور عادل ايش اقول لك؟ تتذكر يا دكتور؟ قال اول شيء بيقول ابو ناصر كذا انها تيجي منك يا حمد. كلمنا الجهات المختصه، موضوع الان طلع من يدنا، رئيس اتحاد يرفع لي بحكم في حاله في نهائي، يعني لازم في جهه مختصه اللي تحقق في الموضوع، الموضوع خرج من يدنا لان ما عاد موضوع رياضي بس. كلمنا الجهه المختصه صراحة ما قصروا، المباحث الإدارية وأيضا أمن الدولة. خلال دقائق جانا شخص برتبة كبيرة ومسك حمد وحط استراتيجية مع حمد لطريقة إكمال الموضوع، لغاية ما أكمل الموضوع وراحوا حصلوا الجوال وحصلوا الشريحة وحصلوا الرسائل. كان في البداية ما في الموضوع اعتراف، وخلال ثاني يوم أنا عرفت أن الموضوع
طريقتي يعني انه تم فيه اعتراف في الموضوع. فهل من العقل انهم يقولون هذا فيلم او مسلسل قاعده تسوي هيئه الرياضه او ظلم المرداسي؟ يا ناس بالعقل. وبعدين هذا موقف ترى يعني المواقف هذه قاعده تتكرر وتصير في اي عهد وفي اي زمان وفي اي مكان، ترى في ايام الصحابه صارت. لكننا نسكت؟ لا ما راح نسكت. الدكتور عادل عزت وقف موقف شجاع وحصلنا فيه على اشاده من الفيفا، ان لما تيجي الدوله نفسها تطالب من الفيفا، اتحاد الدوله نفسه يطالب من الفيفا انه هذا لا يشرف المملكه العربيه السعوديه وانا لا اريد، هذا كلام ثاني. لا اخفيكم سر، وهذا من ضمن الاجراءات، انها سلسله متتابعه. في رئيس نادي تكلم معي بمنطق اللي يريد الامان لما شاف الوضع ويريد يحكي، هذا له وقته. فلما نقول ان مشروع الحكم السعودي مشروع كبير راح نشوف تفاصيله ان شاء الله بعد كاس العالم. احنا اخذنا موافقة القيادة الرشيدة سيدي ولي العهد على انه الموسم القادم يكون دعم من هيئة الرياضة لرئيس الاتحاد لاحضار حكام عالميين، مو بحكامنا يا دكتور عادل اللي متقاعد واللي ماسك الراية لسنتين ما مسك الراية، ولا اللي من دولة انا ما اعرف وين مكانها في الخريطة. لا، انا ابغى اشوف واحد في الشامبيون ليج والاسبوع اللي بعده عندي، ولا في كوبا امريكا والاسبوع اللي بعده عندي يجي يحكم، عشان نرتاح وراصدين الميزانيات لهالموضوع. هذا اللي انا حبيت اوضحه، نظريه المؤامره، نظريه الميول. انا متقبل الموضوع ذا. اول شيء في جهات خارجيه وفي جهات قاعده تكتب وفي جهات لها اجندتها والميول، فالواحد يتقبل. لكن انا ابغى الناس قبل يشغلوا عقلهم شوي، زي الان انا سامي قبل الهوا قاعد اتكلم انا وياه، وما راح اترك يا سامي وراح اساله، وفي ذمته ليوم القيامه